Okay, وصلنا انه we will also see that it is impossible to completely eliminate an error through this. يعني اذا استخدمنا احنا البروبورشنال كنترول ما راح نقدر ايضا نسوي حذف يعني نقلل قيمه الايرور للزيرو. اوكي زين ليش؟ Why it is impossible to eliminate the error using the proportional control. حتى نوضح هذا السبب هناخذ هذا الاكزامبل. يعني for example if the set point is 55 يعني احنا من الاكزامبل السابق خلينا set point مع درجة حرارة الماء بالخزان 55 والديستربنس اكرز صار ديستربنس عندنا يعني خلينا نقول صار طلب على الماء البارد صباحا الحار عفوا صباحا فصار دروب نزلت درجة الحرارة لنا لل 50 فإذا مقدار الإيرور ايش قد؟ 5 إذا if we use only proportional control the proportional control ايش قلنا؟ راح شو يسوي؟ معناته then we'll never be able to get the tank temperature 55 إذا نستخدم the proportional control ما نقدر نرجع درجة الحرارة مال الخزان 55 exactly once the system stabilize again يعني السيستم ما راح يستقر مره اخرى التمبرتشر ما راح يصير 55 احتمال يصير 53 56 اذا استخدمنا البروبورشنال كنترول there will always be شنو residual steady state error offset دائما راح يكون شنو عندنا residual steady state error وهذا يسمونه الاوفسيت اذا استخدمت البروبورشنال كنترول زين شنو يعني still اكو error زين For home water heater, هذا هذا السيستم مال خزان ماي المنحار. This is probably good enough. هذا is okay. نستخدم proportional control يشتغل يعني. بس لأن هنا بالنسبة للماء الحار, the exact temperature is not the critical. يعني معنى آخر إنه حتى لو صار 53, 54, 52 ما عندنا مشكلة. مو إلا exact. يعني يلبي الحاجة. لكن من نروح إحنا المن الى اندستريال بروسيس عمليه صناعيه او مفاعل نووي وات ايفر لازم تكون درجه الحراره اكزاكتلي اوكي فان اندستريال بروسيس ذس ماي نوت بي ادكويت اذا نروح للعمليه الصناعيه هذا الكنترول ما مو كفو بالنسبه للعمليه الصناعيه اند وي هاف تو يجب انه ريسورت تو ا بيت مور كومبليكيتد كنترول لازم نرجع الى كنترول شوي اكثر شنو دقة؟ To drive the error in men to zero. واضح؟ To zero. زين. طبعا حتى يتغلبون على هاي المشكلة استخدموا الانتجرال كنترول، بس شلون استخدموا؟ بافور يعني صار بروبورشنال انتجرال كنترول. اوكي؟ فسووا امبروفمنت على البروبورشنال كنترول، خلوه الانتجرال كنترول. هذا راح يضيف شنو؟ اديشنال اموت اوف بروبورشناليتي. اوكي؟ ما اريد ادوقكم بي ان شاء الله بالشابترات القادمه نركز عليه زين هذا راح شو يسوي؟ هذا التايم كنترول راح يسوي لي اذا استخدمنا الستيت ستيت ايرور ويل بي زيرو هذا هو المطلوب بينما كنا اذا استخدمنا البروبورشنال كنترول ما كان عندنا شنو؟ زيرو ما يوصل عندنا زيرو زين From this standpoint, من هاي وجهة النظر نقدر نقول the response is clearly response مال هذا اللي هو proportional integral response مال أعلى من ال response إذا استخدمنا proportional control واحد زين بس احنا صح قللنا ال error to the zero بس اكو شيء راح ندفع ثمن one price we pay for this improvement انه اذا استخدمنا هذا الكنترولر اللي هو نقدر نقول عليه بروبورشنال انتجرال كنترول هذا السيستم راح تندسي فور ذا سيستم تو مور شنو؟ اوسيليتري انه السيستم راح يصير به اوسيليشن تذبذب يعني شلون؟ يعني السيستم او البروسيس راح شنو تند تو يمين انه شو يصير اوفر شوت به وبعدين اوفر شوت به بالستيدي ستيت مالته وبعدين قبل انه شنو ينزل ينزل يوصل لمن للستدي ستيت اوكي يعني جاي شوف يعني شفتوا الانواع الكنترولات الاون اوف والبروبورشنال والانتجرال والانتجرال بروبورشنال زين ويتش وان لازم نستخدمه بالعمليه الصناعيه ف
فهنا السؤال يقول what is the best control system to use for particular application. السؤال هذا اللي دائما you have to ask yourself what is the best, شنو احسن نظام سيطرة تستخدم العملية الصناعية. هذا السؤال this and the related equation وأسئلة أخرى متعلقة will be addressed, راح نجاوبها بال subsequent chapter, بالشابترات أو الفصول القادمة إن شاء الله. نتكلم على البلوك دايجرام وشفنا فائدة البلوك دايجرام اللي هو نقدر نقول سمرايز عملية الكنترول كلها. وإحنا هسه من هاي من اليوم وصلنا كنا نتعامل مع البلوك دايجرام فور بروسس كنترول. فخلنا نشوف شنو البنفيت اللي نحصل من البلوك دايجرام. أولا هو good overall picture of the relationship among the variables in the heated tank control system may be obtained. يعطيك طبعا صورة شاملة توضح لك البارامترات أو المتغيرات اللي تريد تسيطر عليهم. بعد it indicates the flow information around the control system. يشوفك الجريان معلومات الجريان حول الكنترول سيستم والفكشن. يعني مثلا الكنترول شنو الفكشن مالته, الفاينل كنترول شنو الفكشن, البروسيس شنو الفكشن. اوكي زين. Much more will be said about the block diagram later. راح نتكلم عليه اكثر في الشابترات القادمه. But لكن الريدر يعني نقدر نقول احنا القارئين او الستودنت كان undoubtedly بدون شك form a good indicative notation. راح القارئ راح يشكل فكره جيده about شنو comparing شنو الفيجر هذا اللي امامنا ويا الفيزيكال. يعني انت شلون تحول بروسس فيزيكلي لما تحولها من بلوك دايجرام حتى شنو سهل عليك عمليه ديزاين الكنترول سيستم. يعني مثلا شفت انت عندك الهوت ووتر هيتر السيستم قدام شلون حولناه الى مخطط وبالتالي نقدر نسوي له كنترول سيستم كامل. طبعا بارتيكولار سيجنيفيكانت نقدر نقول نقطه ذات اهميه انه الحقيقه انه ايتش كومبوننت اوف ذا سيستم ريبريزنتد باي بلوك. يعني كل هذا السيستم مثلا كل جسمه جزء منه يتمثل ببلوك. هاي البروسيس, هذا الفاينل كنترول, هاي الكنترول, هاي الميجرنج المنت. اوكي وذ ليتل ريجرد فور ذا اكشوال فيزيكال كاركتر. ما يقول مع كلمات بسيطه توضح شنو التعريف كل بلوك. الميجر انترست انه اول نقدر نلخصها ريليشن شيب بتوين سيجنال انترنج اند ليفنج ذا بلوك. فائده مالته اللي شوفني الاشارات الطابه والداخله بين البلوك دايجرام و انفورميشن اباوت الفلو. ايضا يعطينا انفورميشن اباوت شلون جاي يصير عندك الفلو مال البروسيس والسيجنال شلون تنتقل من الاوتبوت تروح المود الفيد باك من الفيد وبعدين يصير كمبارزن هنا وبعدين الكنترول للسيجنال ويبدي يسوي ادجستمنت للبروسيس. هنا سمري بسيط مال شابتر او وهذا اللي مطلوبه انه تفهمهم جود. يعني لان اساس شنو البلوك دايجرام؟ بلوك دايجرام ذات انديكيت الفلو اوف انفورميشن معلومات الفلو اراوند الكنترول سيستم حول منظومه السيطره والفكشن اوف ايتش بارت اوف ذا سيستم. وكل داله يعني ترانسفير فكشن مالته ايضا مهم. شنو الكلوز لوب سيستم؟ خدناه الكلوز لوب سيستم ذا ميجر فاليو اوف ذا كنترول فاريبل از فيد باك تو ذا كنترولر. صح الطالع مال الكنترول فاريبل نقيسه ونوديه للكنترولر ويصير عندنا مقارنه. الكنترول فاريبل قلنا لكم مهم هو بروسيس فاريبل متغير احد متغيرات العمليه ذات وي وونت احنا نريد شنو مينتين ات بارتيكولار فاليو اللي نريد نحافظ عليه عند درجه حراره معينه. مثل فور اكزامبل عندنا هذا الهوت ووتر هيتر ارمي الكنترول فاريبل مالتي شنو هو درجه حراره الماء. انا اريد اوصلها اريد اسيطر على درجه حراره الماء اريد اوصلها لمن دائما كل ثابته على السيت بوينت اللي ادخله. اوكي اللي هي 5 الكنترولر هو ديفايس جهاز ذات اوتبوت سيجنال يبعث اشاره للبروسيس. هاي الاشاره متناغمه ويانا مبنيه على شنو؟
الماجنتيود مال الايرور سيجنال اللي هو هذا البروبورشنال كنترول اوتبوت سيجنال بروبورشن تو ذا ايرور اللي تتناسب مع قيمه او ماجنتيود مال الايرور. الديستربنس ريجكشن قلنا وان جول اوف كنترول سيستم وحده من اهداف انظمه السيطره is to enable the system حتى نخلي السيستم reject يرفض الافكت مال disturbance change and maintain the control variable at the set point. واحدة من النقاط انه اذا صار disturbance انه السيستم يرفضها ودائما يحاول يحافظ ال control variable يحافظ عليه ويكون دائما عند ال setting point. ال disturbance اوكي هذيك كانت disturbance rejection. ال disturbance any process هي any process variable that can cause the control variable to change. اي متغير تابع للعمليه بس شو يسبب يغير شنو الكنترول فيبر اللي عنده سيطر عليه. اوكي ان جنرال الديستربنس ار فاريبلز هي متغيرات ذات وي هاف نو كنترول اوفر. هي متغيرات ما نقدر نسيطر عليها يعني خارجه عن نطاقنا. اوكي الايرور قلنا هو الديفرنس بين الفاليو اوف سيت بوينت والميجر فاريبل. المانبوليتد فاريبل خلي بالك وياها لان كلش مهمات هو بروسيس فاريبل ذات ادجستد. هذا هو اللي نتلاعب به هذا حتى شنو تو برينج الكنترول حتى نرجع الكنترول فاريبل وين رجعه للسيت بوينت. اوكي هاي طبعا لازم تفهموها فولي يعني الصراحه. النيجاتيف فيدباك النيجاتيف فيدباك هو شنو ايرور از ذا ديفرنس بين السيت بوينت اند ميجر فاريبل usually the desired control. وهذا هو دائما اللي مرغوب. الاوفسيت دير بالك هو steady state value of error هذا الاوفسيت. الاوبن لوب هو طبعا قلنا المجر value of the control variable is not feedback to the control. نعم لانه الاوتبوت مال السيستم ما راح تاخذ قيسه وترجع لنا للكنترول فما في فيدباك هذا يعني نقدر نقول مانوال. البوزيتيف فيدباك هو البوزيتيف فيدباك هو ميجر تمبريتشر الميجر تمبريتشر از ادد تو ذا سيت بوينت. السيت بوينت دير بالك هو الديزايرد فاليو اوف كنترول فاريبل. دائما احنا نريد الكنترول فاريبل العامل اللي نريد نسيطر عليه مال العمليه دائما يكون وين بالسيتنج بوينت. السيت بوينت تراكنج هو وان جول اوف كنترول هو احد اهداف انظمه السيطره اللي هو شنو لازم نجبر السيستم او البروسيس to follow track request to set point حتى شنو ترجع لنا للستيت الجديده. Thank you.